بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، نواقض الإسلام بيحددها لربنا سبحانه وتعالى، لكن البشر اجتهدوا، وإحنا عن علماء فطاحل وشاوس عبر تاريخنا المجيد. من حددوا باختصار أقول الذي يطرد الإسلام من ذوات البشرية أو الجنية هو أولهم الظلم العظيم وهو الشرك، لأنك إذا كان أنت أشركت غير الله منا في حكمه وفي خلقه وفي تشريعه فقد خرجت عن الإيمان والإسلام والإحسان، لأنه محال واحد يتصور عاقل أن هناك إله غير الإله، بحيث وقت تدخل الشرك والعياذ بالله أكبر فتنة تقع والشيطان دائما يراهن عليها، يقول لك عندك شكون يدافع عنك قدام ربك، عندك شكون يدرق عليك قدام ربك، عندك شكون يمدك بالحجة وهي مش حجة، وهذا كله باطل لأنه مشي في عقل الإنس والجن أي الثقلين، يمشي لهم في بالهم اللي دائما عنده مخرج من الورطة اللي مش يعقوا فيها، أي قانون إلهي مش يطبق عليهم، يلقوا دائما من يمدهم بحيلة من يقفلهم. احنا عندنا بالاسلام سلمنا الامر لله لانه ليس هناك غيره، لو كان غيره هو اولا ما عادش معقول، وما عادش نجم نفصل الكون، وما عادش نجم نفقه التاريخ، وما عادش نجم نحمل مسؤوليه. تصوروا بالكم بلا كبير يتعلم، لو الانسان يحط في باله وقال لي الالهه متعدده، ايها تختار وايها ترفض، أيوة تطيع وأيوة تعصي، أيوة تشكر وأيوة من ترفض شكرا، بلا كبير يتعلم، بحيث إذا كان ثم شيء ينقض الإسلام من بقوة جنية وقوة شيطانية هو الشرك وهو ظلم عظيم. ولهذا ربك يقول يغفر الذنوب جميعا، أي إلا الشرك، أي ذنب وقعت فيه فيغفر الله لك ولا يبالي، وعن أحاديث قدسية تؤكد على ذلك. لكن الآية دي نجم نفسرها، معناها كل شيء يغفر ربي إذا كان خرجت من الشرك يغفر لك، قال أنت خرجت دونك ما عادش ذنب، ما عادش أنت واقع به. فهمت كيفاش معناها الإسلام؟ يعني لحظة اللي أنت تدخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله حيث لا يبقى إلا هو، فإن دخل عليه دخيل سواء كان شرك أو نفاق أو مراءة أو حلب بالكذب، وهي يقول الحالق النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموز اللي تخرج الإنسان من بوتقة الإسلام إلى بوتقة الكفر والفجور والعصيان، بحيث إذا كنت تفهموا الإسلام هو السبميشن، هو من تعطي أمرك الكل لله، تفوضه إلى الله ولا تجعل له شريكا أو ندا أبدا، بحيث تحرصوا على توحيدكم لله أيما حرص، لأنه حصن لكم، وحطوا في بالكم كلما كان هذا الإسلام مسلم به إلى الله فسميسيون بالفرنسية، يعني ما عادش عندي منقول مع ربي، هو سيدي ومولاي ومالك أمري وولي نعمتي فيها، الأمر كله يرد إليه، بحيث احرصوا بس تجنبوا قبل كل شيء الشرك، ثم النفاق، ثم الحلف الباطلة قدر هي تحرق الدين، هي العالقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض وجوه خروج الإسلام من ذوات الإنسان أو الجن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.